خلينا نروح يعني هنشوف التقرير ده ومنه هنطلع لفاصل التمارين خاصة يعني. ومعانا كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال بالنادي الأهلي بفرع الجزيرة، هو عامل تمارين النهاردة أنا مش عارفة بالظبط يعني إيه أدينا هنعرف هنعرف، هم قالوا لنا فعلا هتعرفوا من التقرير. خلينا نتابع التمارين دي وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جميع اعضاء نادي الاهلي، صباح الخير جماهير النادي الاهلي العظام، صباح السراب بمناسبه طبعا فريقنا الاول فاز امبارح، يا رب دايما يكملوا على خير ويفوز بالبطوله ان شاء الله تبقى 11 في الجزيره باذن الله. النهارده يا جماعه بمناسبه العيد وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الصحه والسلامه يا رب. العيد خلص، اجازه العيد خلصت، كل الناس طالعه طبعا همها الاول منطقه البطن بسبب الكحك، بسبب الرنجة والفسيخ، طبعا عندنا نوع من انواع الزياده في الدهون. فالنهارده جينا لحضراتكم حلقه مهمه جدا بتتكلم ازاي تمارين بطن سهله ممكن نعملها في البيت من غير ما نروح للجيم بعد الشغل، طبعا في البيت هنعملها في البيت عندنا من غير اي مجهودات واي اقل الامكانيات تعمل في البيت عشان خاطر نقلل الدهون. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي التمارين دي ونشتغلها ازاي، يلا بينا. اول تمرين يا جماعه تمرين الكرانش، بس اهم حاجه لازم افرق اتني ركبتي عشان خاطر ان انا اعزل اللور باك اللي هي القطنيه، واطلع اعمل التمرين دوت اربع مجموعات في 20 تكرار. اشتغل معايا كده واحد، واحاول لو انت في البيت تنزل على ظهرك وتقلدني اكننا بنعمل التمرين مع بعض. ثلاثة أربعة، احاول اطلع بالشيست بس، القطنيه بتاعتي ثابته على الارض. سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة، وأنا طالع أطلع نفس أنفخ. ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. التمرين التاني اللي بعد دوت طبعا التمرين ده كرانش هنعمله أربع مجموعات في 20 زي ما اتفقنا. التمرين التاني هنعمل لور أبس. لور أبس أهم حاجة تبقى في زاوية معينة عشان برضه ما أعملش لود على القطنية. إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. التمرين ده هيبقى برضه أربع مجموعات بس في 15 تكرار. إيدي على الأرض عشان تديني نوع من أنواع البالانس أو الثبات على الأرض. بص فوقي، ركبتي زاوية 90، وأجي على بطني وأرجع تاني. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. ده تاني تمرين للبطن معانا، ده بيشتغل على اللور ابس اللي هو اخر حته او اخر جزء في منطقه البطن، وانا عارف طبعا ان معظم السيدات بتشتكي من المنطقه دي. ده تمرين بيشتغل على المنطقه دي، ممكن نشتغله اربع مجموعات في 15. التمرين التاني من التمارين اللي بتشغل منطقه الكور، يعني ايه منطقه الكور؟ اللي هي منطقه البطن، منطقه الجناب، منطقه القطنيه. اهم حاجه يا جماعه كوعي فوق كتفي او كتف او كتفي تحت كوعي بالمنظر ده، يبقى زاويه 90 عشان ما اعملش لود على كتفي، ورجليا مفتوحه بمستوى كتفي وباصص تحتي على الارض واثبت. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، تنفس عادي وطبيعي ما اكتبش نفسي. عشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. تمرين البلانك ده يا جماعة زي ما قلنا هنبدأ نشتغل أربع مجموعات في 20 تكرار. طب إيه يا كابتن التمارين بتاعت الجناب؟ لأن دي معظمنا برضه بيشتكي منها. والتمارين بتاعت الجناب يا جماعة بتساعد كمان يبقى أنت عندك اتزان وأنت ماشي على الأرض وأنت بتجري. معظم الناس كانت بتشتكي من عدم التوازن وهي ماشية على الأرض أو هي واقفة. التمارين دي مهمة جدا للتوازن. اخر تمرين معانا مع بعض، هقف على كوعي على الارض واثبت. واحد اثنين ثلاثه، لازم كوعي يبقى فوق كتفي والعكس. خمسه سته
7 8 9 10 تشينج واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. أوكي، يبقى إحنا كده اشتغلنا معظم زوايا البطن، والنهاردة كده إحنا قدمنا لكم أبسط وأفضل التشكيلة من تمارين البطن اللي ممكن تفيدك تعملها في البيت وتحرق منطقة الدهون اللي أنت اتكونت في منطقة البطن بسبب طبعاً المأكولات اللي إحنا كلناها ذات السعرات الحرارية العالية بمناسبة العيد طبعاً وبمناسبة رمضان. فالنهاردة قدمنا لكم باقة من التمارين، رب تكون عجبتكم. مع ألف سلامة.